إذا كنت أول مرة عمال بتتابعني، أنا قناتي مهتمة بالأخبار والعملات الرقمية. صديقي، اليوم بهذا الفيديو رح نحكي عن البيتكوين وتوقعات بالساعات القادمة. لكن صديقي، أول ما نباشر بالفيديو خلونا نشوف أرباحنا من قناة التليجرام. إذا كنت بتفضل صفقات استثمارية وضخمة، انضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. وهلا شباب، خلونا ننتقل للمحتوى. البيتكوين بمناطق 17,000. فعلا بالساعات الماضية عمال بنحاول كسر مناطق المقاومة عند مناطق 17,200 لنتجه الى مناطق 17,500. لكن للأسف شباب، فشل هذا السيناريو، او بمعنى تاني الزخم قليل. السيناريو السلبي شباب، نرجع نعيد اختبار مناطق 16,800. حاليا شباب البيتكوين داخل هاي القناة العرضية بالمستطيل هاد. قد يتكرر السيناريو الماضي بعد حركة العرضية والفشل بالكسر للأعلى، منشوف هبوط عنيف. إذا شباب، نحن هلا حاليا بأعلى هاي القناة، وبالتالي دخولنا الآن مخاطرة. قد لا نستطيع الثبات بهي المناطق ونعود اختبار 16,800. من الضروري صديقي يكون في عندك استراتيجية للتعزيز عند مناطق مختلفة، مثل مناطق 16,800 وال 15,800 وال 15,200 واخيرا مناطق ال 14,000. مع العلم شباب، التوقعات بتقول قد نلامس مناطق 13,000. شباب، السيناريو اللي بينصف هاي النظرية، صعودنا الآن من مناطق الحالية بزخم قوي لكسر مناطق 17,500، وقتها بنقول ممكن نلامس مناطق 19,500. شباب، تحذير من منصة كوين بيس بخطورة عملة اليو اس دي تي وضرورة التحويل إلى البيو اس دي. وطبعا شباب، كونها اكثر امان ووجود احتياطي مقابلها بالدولار. واذا كنت وصلت معي لهالنقطة، الف تحية وشكر لك صديقي. لا تنسى تدعمني بالاشتراك وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد.